العافيه. اهلين وسهلين. امور يا اخي. دخلك بتعرف لي وين حي السكري؟ وصلت. هذا كله حي السكري. انو حاره بدها؟ ليش كم حاره في بهالحي؟ في 6 حارات ومصلبتين. والله ما بعرف، مو مكتوب عندي انو حاره. طيب انت قل لي مين بدك، بلكي بدي الخدمه. يعني حضرتك ساكن هون بهالحي؟ اي نعم، من 10 سنين. طيب بتعرف لي بيت كامل نجم؟ كامل نجم. كامل نجم شو بيشتغل هذا؟ ممثل مسرحي قديم؟ لا والله للاسف مو سمعان بالاسم. غريبه. طيب مين بدي اسال يعني انا؟ اخي كمل طريقك لراس الحاره الا ما تلاقي حدا بيعرفه هني. طيب كتر خيرك. اهلين وسهلين، شرفت. الله يعافيك. الله يبعد اذنك. بتعرف لي وين بيت كامل نجم؟ كامل نجم ساكن هون بالحاره؟ والله هيك قالوا لي. شو بيشتغل؟ ممثل مسرحي. والله ما بعرف، بس ساكن واحد براس الحاره هون ممثل كتير مشهور، بس ما بعرف شو اسمه. طيب تعرف شو بيمثل؟ يعني بايش بيطلع؟ معلوم، بيطلع كل يوم بدعايه علكة فاتنة. بس انا عم بسالك على الممثل المسرحي، مو ممثل دعايات. شو الفرق عمي؟ كله تمثيل بتمثيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا زهير معلمي، في شخص عم يسأل عنك. تفش الباب وفوت. تفضل أستاذ، تفضل. أستاذ جوا بالصدر. ليش أنت ما حتفوت معي؟ لا معلش، أنا عندي شغلة بالإذن. طيب تفضل. الله معك، شكرا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين وسهلين، تفضل. انا رياض بدر، صحفي. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلا فيك. تفضل استاذ رياض. تسلموا. ان شاء الله ما تعذبت حتى وصلت على البيت. والله تعذبت شوي، لولا ما اجتمعت بالاخ زهير صدفه كنت ما استدليت. عدم المؤاخذه، ظاهر انه حضرتك مالك معروف بالحاره. ايه صحيح، معك حق. انا عايش هون لحالي وما بخالط حدا من اهل الحاره، ومثل ما لك شايف كل شغلي بالبيت وزبايني كلهم بالسوق، يعني برات الحاره. انت اكيد سمعت عن شغلي حتى اجيت لعندي، مو هيك؟ ايه طبعا طبعا سمعت. انا صار لي 15 سنة عم اشتغل بتركيب العطورات، والحقيقة هالمصلحة حلوة وفيها ذوق. هي صحيح تشرشحت مثل كل هالمصالح، وصار اي واحد يجيب اسانسات وشوية كحول ومثبت ويعمل لي معلم بين يوم وليلة، بس انا مو من هدول، مو من هدول منوب. اوعك تظن اني منهم. أنا بجرب، بخلط، بمزج، بركب، يعني بحاول على طول طالع شغلات جديدة. الله يعطيك العافية. بتعرف أستاذ رياض إني أنا ليل نهار بشم. عفوا، بتشم؟ روايح. يعني أنفي صار يميز الروايح ونوعيتها وتركيزها من بعد 10 متار. بعدين أي ريحة غريبة بشمها أول مرة بتعشش بذاكرتي لحتى أقدر طالع مثلها.
يعني حضرتك هلا ممكن تعرف مثلا انا شو حاطط عطر؟ انت؟ ايه بعرف. انت حاطط هلا ريحة لافانتين، صحيح؟ صحيح بلا لافانتين، لانه يعني هو عطري المفضل. هي بصراحة ريحة حلوة، ها ريحة حلوة كتير، بس حد شوي. وإذا بترغب حضرتك هالنمط من الروائح، أنا ممكن أنصحك بنوع أحلى. تفضل جرب لي هالريحة، أعطيني إيدك بدي بخلك شوي عليها. تفضل. انفوخ شوي عليها حتى تبرد. أيوة هلأ شمها، مو مشكلة. شلون لقيتها؟ فعلا أحلى من اللافانتين، أحلى بكتير. إيه لكن أخي رياض، هي اسمها مرايا، من تركيبي الخاص. بقى شوف شو طلبك وأنا تحت أمرك، وإذا بدك تاخد بالجملة بزبط لك أسعار مرتبة ولا يهمك، وإذا بالمفرق كمان مو مشكلة، يعني ما بتطلع من هون إلا وأنت رضيان. عفوا أستاذ كامل، أنا مو مشان هيك جاي لعندك. أنا الحقيقة مو زبون، أنا صحفي مثل ما سبق وقلت لك، وعم ألف كتاب وحابب إني استفيد شوي من خبرتك وتجربتك. كتاب عن العطر يعني؟ لا، عن المسرح. عن المسرح؟ أي نعم، وباعتبارك ممثل مسرحي قديم ومن الرواد، بقى أنا حابب أكتب شوي عن تجربتك واستفيد من خبرتك. والله منيح يلي لسه في حدا متذكر إني ممثل مسرحي، لأنه أنا نفسي كنت راح أنسى هالشي. وأنا هيك حسيت من أول ما فتت لهون. بصراحة يا ابني، أنا موضوع المسرح بالنسبة إلي يعني مرحلة وعدت من حياتي، صفحة وانطويت، ومو حابب ارجع افتحها لحتى ما اقلب علي المواجع. من الناحية معك حق، بس مع ذلك تجربتك لازم تتسجل وتتدون، يعني إذا مو مشانك مشان الأجيال القادمة. إيه سيدي مرق، ما علي شيء. يعني إذا الأجيال الحالية نسيتني، بقى معقول الأجيال القادمة تتذكرني؟ يا أستاذ كامل، نحن منعمل يلي علينا ومنترك التقييم للزمن. معليش أستاذ رياض، اعذرني أنا. بترجاك أستاذ كامل لا تحبط مشروعي، يعني أنا باني أمل كبير على حديثي معك، وبصراحة أكثر إذا رفضت تحكي أنا رح ألغي مشروع الكتاب من أساسه. بقى شو قلت؟ طيب أعطيني فرصة لفكر. شم هالريحة أستاذ، شم هالريحة لقلك. لا لا، أعطيني إيدك الثانية حتى ما تختلط الروايح. شم هلا، هي اسمها لا تلحقني مخطوبة. لا عم بمزح معك، هي اسمها قيس وليلى. ظريفة. معلش أستاذ رياض، تفضل ارتاح شوي عربين ما أجيب لك كاسة شاي. طيب شكرا. يا أهلا وسهلا فيك.